السلام عليكم كديرين، لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وبالف خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله بنهار جديد، فيديو جديد، فلوق جديد. غادي نشارك معكم هاد الدجاج، كيجي رائع وكيجي غزال بدون قطره ديال الزيت. غادي نحصلوا على واحد الدجاج كيكون مقرمش وزوين. المهم خليكم معايا مع المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاج لواحد جوج دنجالات. من بعد ما كنغسلهم وما كننقيهمش غادي نخليهم بالقشره ديالهم، وكنقطعهم على هذا الشكل هذا بشكل دائري، ويكونوا شويه غلاط ما يكونوش رقاق. صافي غادي نستمر في التقطاع ديال الدنجال حتى كينسالي. هاد الدجاج الناس كيجي في الفران كيجي رائع وكيجي زوين الصراحه، وكيجي عنده واحد الطعم ما نقولش لكم عليه، لذيذ بزاف. صافي من بعد ما كنقطع هاد الدجاج هذا غادي نقادو، وغادي نرش عليه واحد شويه د الملحه، وغادي نخليه تقريبا ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة. من بعد ما كدوز هذيك 15 دقيقة كما كتشوفوا ديك الملحه كتطلق، الدجاج كيطلق واحد الماء. غادي ننشفو ونطلقاو باش نوريكم باش غادي نصايبو. كما كتشوفوا معايا انا اختاريت هاد الفرماج هذا، غادي عندي واحد شويه ديال الفرماج، اختاريت هذا اللي فيه الكمون، غادي يتواتى ليا مع الدنجال. كنحتاج البيضه كامله ولا شابلور. صافي البنات من بعد ما نشفت الدنجال اللي عندي كنجي هنا كنضيف واحد شويه ديال الملح في داك البيض وشويه ديال الكمون، وغادي نحاول انني نحرك هذيك البيضه مزيان حتى كي يتخلط هذاك الكمون والملحه. صافي وغادي ندوز باش نبدا في الدجاج اللي عندي. غادي ندوزو في البيض هو الاول، نعاود ندوزو في هاد لا شابلور. صافي كنجيب واحد الطاوه ولا واحد الصينيه اللي غادي ندخلها للفران، كنبدا نفند في هاد لا شابلور في البيض وفي لا شابلور، وكنحطهم في الطاوه. صراحه انا كنت كندير له بحال هذا الشكل هذا، ولكن كنقليه في الزيت كيجي حتى هو زوين، ولكن كما كتعرفوا ولينا كنتفاداو هذا الشيء ديال المقليات. الطريقه الصراحه زوينه وكيجينا في نفس الوقت الدجاج مقرمش وزوين. صافي من بعد ما ساليت الدجاج اللي عندي غادي ندوز دابا ندير عليه هذاك الفرماج. هاد الفرماج كيبقى اختياري، دابا لا عندك متوفر ديري ما عندكش ماشي مشكل، راه كيجي حتى هكا غير بلا شابلو والبيض كيجي غزال. صافي غادي نوزع هاد الفرماج من فوق الدجاج اللي عندي وكندخلو للفران، كيكون على درجة حرارة 180، كنتسنى عليه حتى كيطيب من التحت مزيان. هو راه بالزربه كيطيب، ما غاديش لينا سيرتو الا كان عندنا الدنجال الجديد، ما كياخذش لينا الوقت. البنات كان عندك في الثلاجه واحد الاسبوع ولا واحد راه غادي ياخذ الطياب، ولكن من الاحسن يكون الدنجال جديد داخل واحد اليوم ولا يومين الثلاجه، ولا تجيبيه في نهارو، راه كيجي غزال وكيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف.
نتمنىكم تجربوه. صافي من بعد ما كيطيب لي الدنجال ديالي كيجي مقرمش وكيجي طري بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنىكم البنات تجربوه وترجعوا لي الاخبار، ونتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم البنات كنتو جدد في القناة ابونوا معايا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكنقول لكم شكرا على المتابعة، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.